عالمة. قبل ما نرحل هي محامية عامة معناها نائبة الوكيل العام الملك في محكمة النقد، ماشي محامي ديال النقابة أو ديال البغض، لأنه إحنا نائب وكيل الملك في الابتدائية كيتسمى، ونائب الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف، ونائب الوكيل العام للملك في محكمة النقد كنسميوه محامي عام. محامي عام غير باش كنميزو ما بين الاسم ديالو والاسم ديال نائب الوكيل العام الملك في محكمة الاستئناف. هذا غير فقط توضيح. صباح سعيد عليكم جميعا، ومرحبا بيا في رحال كليتكم. وسعيدة جدا بالتواصل معكم، خاصة في هذه المدينة الفاضلة اللي هي بالنسبة لي ما فيل ناطال، هنا تولدت هنا تربيت. مرحبا بكم جميعا في هذا العرس العلمي. شكرا للسيد العميد، شكرا للسيدة العميدة بداية، الأستاذة فاطمة زهرة اللي هي صديقة العمر وأخت عزيزة جدا، على الدعوة الكريمة، والسيد العميد والسيد العميد والأستاذ العمداء كاملين والأساتذة والطلبة الكرام جميعا كل باسمه وصفته. إذا شكرا لكم على الدعوة، على الاستضافة، على حسن الضيافة، وشكرا لكم طلبة الأعزاء على تحليكم بالصبر، لأنكم صبرتوا معنا ومشينا خدينا الكافي ورجعنا، شكرا لكم بزاف، الله يسمح لنا منكم. إذا موضوع مداخلتي اليوم سوف يتمحور حول موضوع الوساطة كآلية لفض المنازعات أو لحل المنازعات، ولكنها هي آلية ليس فقط لفض المنازعات بل للوقاية منها أيضا. إذا هي آلية بديلة، وسوف نشرح لماذا نقول بديلة، لفض المنازعات أو الوقاية منها. وآلية الوساطة أصبحت في وقتنا الحاضر معروفة جدا، وهي مستعملة ومعتمدة عالميا، وطبعا من طرف المشرع المغربي أيضا. إذا أول ما نبدأ به هو المقصود بالمنازعة. نظرا لكون موضوع هذا العرس العلمي يتمحور حول المنازعات بين الفقه والقانون، إذا نتساءل ماذا نقصد بالمنازعة بداية. فالمنازعة إذا قلنا أو المعارضة أو إبداء رأي مخالف أو خصومة في بصفة عامة، ولكن هذه الخصومة يجب أن تكون أن تتعلق بمسألة تصلح لأن تكون محل للنزاع، يعني ليس كل ما فيه اختلاف في رأي يصلح أن يكون خصومة أو منازعة، لا أبدا. مثال ذلك من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، هل هذا يصلح لأن يكون محل للنزاع إذا قال أحدهم أن الأرض فوقنا والسماء تحتنا؟ غير ممكن. إذا حتى لو سمعنا هذا الكلام فإن ذلك لا يصلح لأن يكون محلا للخلاف، فبالأحرى أن يكون محلا للخلاف، لأن هناك فرق بين الاختلاف وبين الخلاف، وأسوأ العقول من تحول الاختلاف إلى خلاف. فإذا كان الاختلاف ظاهرة طبيعية وصحية، نختلف فيما بيننا ونتبادل الآراء، شيء جميل جدا، أنت تقول رأيا وأنا أقول رأيا والآخر يأتي برأي آخر والله الموفق والمسدد أن نختار الرأي الصائب، ولكن أن نحول هذا الاختلاف إلى خلاف هذا هو الشيء السام. أقول شيء سام لأن له الكثير من الآثار على الجانب النفسي والصحي والاجتماعي، وكذلك على هدم العلاقات. إذا عندما نقول أن الاختلاف يختلف عن الخلاف وأن الخلاف هو الذي يؤدي إلى النزاع، وأن ذلك يعتبر في بعض الأحيان تكون له آثار وخيمة جدا على نفسية وصحة الأفراد أو الأشخاص أو صحتنا، وأحيانا أخرى يؤدي له خطر هدم العلاقات، فإن ذلك يعتبر شيئا خطيرا. إذا من هنا تظهر أهمية الموضوع في أن نميز بين المنازعة وبين الاختلاف وبين الخلاف والمفاهيم الكبرى
من كبرياء وكرامة ومصلحة مادية ومصلحة عاطفية وطاقة إيجابية وسلبية، وكل ذلك يتأتى عن طريق التحسيس والتكوين في أي علم. إنه علم التنمية البشرية، فعلم التنمية البشرية والعناية بالذات هو علم خاص وكامل متكامل يهدف إلى الصحة، أو لا أقول ضمان ولكن أقول حماية أو المحافظة أو الوصول إلى التوازن، بغية الحصول على صحة نفسية متوازنة. ولماذا أقول أو أتحدث عن الصحة النفسية؟ الصحة النفسية وعلم التنمية البشرية يؤدي بنا إلى التمييز بين المفاهيم، لذلك نتجاهل أغلب الاختلافات التي لا تسمن ولا تغني، وبالتالي لا تصلح لأن تكون منازعة، وبذلك نخفف من حجم المنازعات. فإذا كانت المنازعة هو شيء ظاهرة طبيعية على هذه الأرض، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أنا ما قلت هي صدق الله العظيم، ولكن غير لأنني ما ذكرش زعما الآية من بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو اللي جعلني نعطي غير الاستشهاد. فالحياة على الأرض لا يمكن أن نتصور أنها ستكون سلسة وسهلة، لا منازعة فيها ولا خلافة ولا اختلافة ولا أي شيء، لا غير ممكن. ولكن إذا كان هذا الأمر واجب ولازم أن نعيشه على الأرض، فيجب أن نفكر مليا في كيفية التخفيف من حجم ذلك، التخفيف من الأشياء التي لا تصلح أساسا أن تكون موضوع منازعة. لماذا نهدر طاقتنا في هذه الأشياء؟ ثم لماذا نخسر العديد من العلاقات لأسباب تافهة جدا؟ وهذا لا يتأتى إلا بالاهتمام بعلم التنمية البشرية والعناية بالذات وبالصحة النفسية. لذلك كما نتلقى علوما في الفقه ونتلقى علوما في القانون وكيفية حل المنازعات وما هو واجبات في القانون، ليس من عادتي أنني نطلب زيادة، ولكن رأيت في وجوههم أنهم مستمتعون بهذا الكلام، أليس كذلك؟ شكرا. إذن باختصار شديد، آلية التقاضي هي الآلية التقليدية، آلية البديلة آلية الوساطة، التكوين في مجال الوساطة الوسيط. الوسيط يجب أن يكون له تكوين كما قلت في علم التنمية البشرية والصحة النفسية، لكي يحسن تدبير الخلافات والمنازعات ويحسن تدبير النقاش أيضا، وأن يحاول فهم حاجيات الطرفين ومن ثم اقتراح الحلول. بالنسبة للوساطة في بلدنا هي منظمة بمقتضى قانون 17/95، والمادة 86 تحدد صفات الوسيط وأيضا دوره في حل المنازعات وأيضا الوقاية منها في خلال الاستماع إلى الأطراف إلى الغير، اقتراح حلول دون إمكانية فرضها. إذن القواعد الأساسية هو ما ذكرنا في علم التنمية البشرية من تعزيز الثقة في النفس والتمييز بين الطاقات إلى آخره، ثم خلق العلاقات الاجتماعية الداعمة مع الآخرين، وهناك العديد من المهارات ومن التقنيات لمواجهة التحديات الكبرى في هذه الحياة والأيام الصعبة في الحياة. إذن النقطة الثانية، دور الوسيط في حل المنازعات أو الوقاية منها، تحددها المادة 86 من القانون المذكور. الوساطة يمكن أن تكون ملائمة في بعض الأحيان كما يمكن في أحيان أخرى أن تكون غير ملائمة، ولقد ذكرت ذلك، وفيما بعد بإذن الله يمكنكم أن تطلعوا على ذلك. توجد مهارات يتميز بها الوسيط من خلال شخصيته أولا، ومن خلال تقنياته، ثم من جهة إلمامه باللغة التي سوف يتحدث بها لإدارة النقاش، وأيضا لغة الطرفين، اللغة المقصود بها العربية أو الفرنسية، ولغة موضوع النزاع أيضا، أي لغة القانون، لغة التجارة، لغة الطب إلى آخره. يساعد في تحقيق هذه النتائج للوصول إلى الحل. بالنسبة للاحتياجات،
غنسوق هذا المثال وغادي نختم. الدور ديال الوسيط انه يجب ان يستمع الى احتياجات الطرفين. كاين واحد المثال، اب دخل ووجد ولدان يتنازعان بخصوص برتقاله. الاب باش يفصل النزاع بين الولدين قسمها على جوج، قال له كل واحد فيكم ياخذ نص. بعد حين تبين ان الولدين كلاهما غير سعيدين بهذا الحال نهائيا، قال لهم لماذا؟ قال الاول انا كنت اريد لب البرتقال لاصنع عصيرا، والنصف لم يسمع لي عصيرا، والثاني قال انا كنت اريد القشر لاصنع كعكه، القشر بكامله ونصف القشر لم يسمع لي شيئا. فعلم الاب انه عندما لم يستمع الى احتياجات الطرفين كان الحل الذي توصل اليه ليس حلا مناسبا، رغم انه كان يبدو انه حلا عادلا. اذا هذا فقط مثال لاقول بان الوسيط هذه هي مهمته، الاستماع. اذا الخلاصه هي التوازن النفسي، حسن النوايا، الثقه في النفس، الذكاء العاطفي، التحكم في المشاعر، اكتساب مهارات وتقنيات التواصل، حسن تدبير واداره الاختلافات والخلافات، ملكات تساعد على التقليل من المنازعات، وايجاد الحلول المناسبه لها في اسرع الاجل بطريقه ايجابيه وسلسه، مع الحفاظ على العلاقات الاجتماعيه بمختلف انواعها وعلى الصحه النفسيه والعقليه. وفقنا الله جميعا يوم يخلد ويرضى.